الناشدي الإعلامي في دولة تونس. أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا كابتن اسلام، كابتن هاني، أهلا كيف بيك. الاحوال؟ ان شاء الله الله يخليكم، ان شاء الله ان شاء الله مصر تكون بخير، ان شاء الله لاجوا. مبروك للنادي الاهلي مره اخرى، مبروك لكل عشاق النادي الاهلي. الله يبارك فيك. شكرا شكرا. اهلا بيك في قناه النادي الاهلي. وطبعا الحديث اللي هنا الساحه الرياضيه في مصر كلها قلقانه بسبب طبعا الخبر اللي ظهر النهارده واصابه او الاعلان عن اصابه اكثر عدد كبير جدا من لاعبي منتخب مصر للشباب والكابتن ربيع ياسين. عايزين نعرف من حضرتك الكواليس، وعايزين نعرف في الاخبار واخر الاخبار ان الكابتن ربيع ياسين بيطلب ان هو يعمل مسحه ثانيه لجميع اللعيبه المصابه، ان شاء الله تكون مسحه سلبيه. اكيد هي عديده الكواليس وعديده الامور، وتقريبا منذ نصف ساعه من الان ما زالت انتهى الاجتماع الرسمي اللي كان عقدته لجنه التنظيم، واللي كانت راسه رئيس الاتحاد شمال افريقيا الجرماني الرئيس الجامعه الليبيه، بحضور رئيس الاتحاد التونسي السيد وديع الجري، وبحضور الامين العام لاتحاد شمال افريقيا، وكل الاعضاء اللي كانت حاضره هنا وكانت موجوده في تونس. كان طلب رسمي من مصر، يعني من الكابتن ربيع ياسين، خاصه كونه تتعاد مسحه ثانيه لمختلف اللاعبين المصريين، لانه بصراحه تم التشكيك في المسح في المسحات اللي كانت صارت على مختلف لاعبي المنتخب المصري، لكن هذا ما نستبعده جيدا. وصارت المسحه الثالثه بالتعامل مع مخبر خاص ثاني بإعاز من سفاره مصر في تونس، في انتظار النتائج، ونامل ان تكون النتائج سلبيه، لكن مستبعد جدا، لانه هناك على الاقل ست حالات بالنسبه للاعبي المنتخب المصري، اللي الحالات نتاعهم ظاهره وظاهره جدا للعيان، ومعناتها كانوا حاملين لفيروس كورونا. يعني في اعراض، ست لعيبه عندهم اعراض اعراض واضحه للفيروس كورونا، ست اعراض واضحه لفيروس كورونا. وهي في حاجه ثانيه، وهذا ما اشاره حتى طبيب المنتخب المصري، لانه هناك لاعبين للمنتخب المصري اللي كانوا تصابوا في السابق، وهذا ما اكدوا حتى علميا، ويأكدوا يقول لك اذا كان يعاودوا المسحه ينجموا يكونوا عندهم بعد ما زال عندهم اثر الفيروس، وينجموا يكونوا ناقلين للعدوى. يعني لانه بصراحه هو مانيش الان باش نقدم المجهودات المنتخب المصري، او لانه منتخب مصر كان حاضر كما يلزم، كان جاء من يوم 8 الى تونس للاستعداد جيدا لهذه الدوره، كان يعاون الكثير على هذه الدوره، لكن بصراحه منتخب مصر يقوده الا الكابتن ربيع ياسين، ليس هناك لا اداريين، لم يكن هناك امين عام للاتحاد المصري، لم يكن هناك مسؤولين اداريين، لانه ناهيك كونه كل الاجتماعات حتى من يحضر ليمثل مصر وليدافع على ملف مصر كان الطبيب المنتخب او كان الكابتن ربيع ياسين، بالرغم اللي هو كان حامل الفيروس. يعني صراحة حتى من الأمور الإدارية هناك إخلال من الاتحاد المصري تجاه الشبان المنتخب المصري، تجاه علم مصر، تجاه كرة القدم المصرية، لأنه هذا ما أكدوه الناس كل الموجودين اليوم، لأنه صراحة حتى كان هناك علميا كان ثم البي سي آر بلس اللي كان من المفروض، وكونه المنتخب المصري بتعلة كونه عنده لاعبين انتصاب في السابق كان المفروض يأتي إلى تونس بالبي سي آر بلس، لكن المنتخب المصري ما جاش وحبت وما جابش الوثائق هذه، وكان يبحث للكون يقوم بها هوني في تونس، لكن بصراحه رسميا الان المنتخب اداره التنظيم ولجنه التنظيم طلبوا رسميا من المنتخب المصري تجهيز 14 لاعب، منهم حارس مرمى على الاقل، ان لم يكن هناك هذا العدد صباح يوم الغد على ارضيه ملعب باردو، فإن المنتخب المصري سيرج نفسه خارج هذه البطولة وخارج مشوار البحث على ورقة الترشح لكأس أمم أفريقيا. وبصراحة هذا حرام، يعني في لأنه أنا النهارده يا فندم أستاذ هيثم بعد إذنك، يعني النهارده في حالة شك من قبل مصر هنا فيما يحدث، يعني احنا النهارده يعني المستغرب انه الحالات الكتير ما ظهرتش غير على يعني لعيبه منتخب مصر فقط، في المقابل احنا بنتحدث عن حاله واحده بس في المنتخب التونسي، ولا يوجد اي حالات في اي من المنتخبات المشاركه في دوري شمال افريقيا يا فندم. الى حد هذه الساعه المنتخبات هما صحيح يقيمون في نفس النزل، لكن هناك عزله تامه، وهناك تطبيق لبروتوكول صحي محترم ومحترم جدا. نعطيك في اشاره، كونه يوم امس الوفد المنتخب الليبي كان يتشكى
واشتكى حتى للجنه التنظيم من كثره التعقيم، وكان حتى الحفله كانت مبلله جدا لانه هذا بروتوكول صحي يفرضه الاتحاد الافريقي وفرضته حتى لجنه التنظيم وحتى وزاره الصحه في تونس، يعني لانه حتى في النزل داخل اقامه في مقر الاقامه هو نزل كبير جدا، نزل يتسع لكل المنتخبات المشاركه، كل منتخب عنده مطعم خاص، كل منتخب يقيم في جناح خاص، يعني ليس هناك اختلاط بين المختلف المنتخبات. في عنصر وحيد كانت عنده النتيجه ايجابيه هو اداري للمنتخب الوطني التونسي، تم عزله مباشره اليوم في انتظار كونه ايضا غدا ستكون هناك مساحات ثانيه لبقيه المنتخبات، وهذا اللي خاف منه وهذا ما يحمد له كونه لو كان المنتخب المصري واجه المنتخب الليبي او واجه عديد المنتخبات الاخرى لكانت حصلت العدوى. والان المهمه الابرز والاكبر بالنسبه للجنه التنظيم هي البحث من اين وصلت العدوى للمنتخب. هو السؤال الاستاذ هيثم، هو السؤال مش التشكيك في قدرات تونس، يعني احنا طبيعي جدا الناس بتتكلم هو المنتخب راح وكان كل العينات سلبيه، لكن العدد الكبير ده كان مفاجاه كبيره جدا للشارع الرياضي هنا في مصر، ولكن احنا طبعا عندنا ثقه في الدوله التونسيه والاجراءات الاحترازيه. يمكن الجزئيه اللي حضرتك اتكلمت عليها كان عليها شويه علامات استفهام، ان كل الفرق في اوتيل واحد رغم وجود اكتر من بعثه، اعتقد اكتر من 7 فرق موجودين في اوتيل واحد، لكن انت اكيد فما خمسه فرق فما مصر المغرب مصر المغرب طبعا تونس مصر المغرب ليبيا تونس وطبعا الجزائر. بنتكلم اللي احنا عايزين نسمعه من حضرتك دلوقتي وده الاهم بالنسبه لنا، حضرتك قلت لو لغايه بكره ميعاد انطلاق المباراه ما بين مصر وليبيا لم يكتمل ان شاء الله، لم يكتمل عدد 11 لاعب بلس 4 لعيبه منهم حارس مرمى، فهذه الحاله مصر تكون خارج المسابقه وبالتالي مش هتكون موجوده على الساحه الافريقيه او من خلال وجودها على البطوله الافريقيه التاليه. هو ده اخر، لكن تاجيل المباراه غير وارد. لا للاسف هذه لوائح الاتحاد الافريقي في القانون الجديد بالنسبه للاتحاد الافريقي، وهذا ما صادقوا عليه حتى في الاجتماع الاخير الاتحاد الافريقي، هو البروتوكول الصحي الطارئ، يعني الفريق او المنتخب اللي لا يقدر على تجهيز 14 لاعب 11 لاعب بلس معاهم حارس مرمى ويكون منهم حارس مرمى، يعني يكون خارج الدوره ويخسر المسابقه ويخسر، معناتها ما يمكنلوش حتى يكمل يشارك في بقيه المسابقه. طب تم قبل كده تاجيل ماتش الرجاء في الزمالك لما كان عنده حالات، وفعلا تم تاجيل المباراه دي من قبل الاتحاد، اشمعنى في الحاله؟ اشمعنى في هذه الحاله؟ ايه؟ والله هذا السؤال يوجه للاتحاد الافريقي، لكن هنا لعبه الكواليس، هنا ما قدرت مصر على اقناع الاتحاد الافريقي بتاجيل هذه المباراه مثل ما فعلت المغرب وفعل فوزي الاقزع، هذا كان واضح للعيان، قالوا المغرب وقتها تدخلت على السلطه في المغرب تدخلت وفرضت حتى حظر صحي شامل لكل لاعبين الرجاء البيضاوي، هنا ماذا ستكون رده فعل الاتحاد المصري؟ ماذا سيكون وزن الاتحاد المصري داخل اسوار الاتحاد الافريقي؟ هل لا زالت مصر مثل السابق لها قدره ولها الامكانيه حتى تفرض كلمتها؟ لهنا نستقاو ماذا سيقول غدا، لانه حتى لجنه التنظيم اليوم كانت رفعت تقرير سابق للاتحاد الافريقي في انتظار ماذا سيكون رده فعل الاتحاد الافريقي غدا صباحا وماذا ستكون ايضا النتائج. طب عايز اسالك سؤال يا استاذ هيثم، هل تعتقد ان المطالبات النهارده اللي بتتم علشان المنتخب يجري مسحه جديده من معمل معتمد، هل تعتقد انه الجهات في تونس ممكن توافق بالاضافه للاتحاد الافريقي ممكن يوافقوا على طلب مصر؟ لا هو وافق، هو طبعا هو اوريدي وافق. لا انا فاهم، لا هي تونس وافقت، هي تونس هو اول ما في موافقه ما هو الاتجاه الاكبر ان الماتش مش هيتلعب. نعم لا هو حضرتك الفكره ان طبعا هو الكابتن ربيع طلب مسحه جديده لكل اللاعبين، اكيد الاتحاد التونسي قام بالعمليه ديت في معمل مختلف او معمل خاص ومنتظرين النتيجه. نعطيك اضافه، كونه حتى الوفد المصري كان فرض كونه المعمل المخبر اللي يتم التعامل معه يكون باتفاق مع سفارة مصر والسلطات التونسية وافقت والاتحاد التونسي وافقوا، لا هذا ليس من الطبيعي لانه
بكل صراحة راهو ما بين تونس ومصر أكبر من كل الحاجات هذه، أكبر أكيد. من لأنه يعني بصراحة هذه لعبة كرة قدم، وما بين تونس ومصر تقابلنا ولسه باش نتقابل، وما زال في مواجهات باش تكون ما بين مصر وتونس. أنا 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 أتفق معك تماما أن الموضوع ما مش ما بين مصر وتونس، إحنا عندنا كل الثقة في 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 دولة تونس. بالرغم من هذا الاتحاد التونسي حتى يوفر كل الظروف الراحة للمنتخب المصري، خاصة لجنة التنظيم لهنا، لجنة التنظيم في الاتحاد شمال أفريقيا. أكيد. لبوا رغبة الكابتن ربيع ياسين وتم السماح لهم باش تكون المسحه الثالثه مسحه ثانيه عن طريق مخبر، اللي المخبر هذا اللي هي السلطات المصريه اللي هي اعتمدت معاه واللي هي تعاقدت معاه في انتظار النتائج اللي باش يعلن عليها المخبر هذا. لكن لغايه دلوقتي ما فيش، زي تاني باكد على حضرتك، ما فيش قرار من الاتحاد الافريقي صدر بتاجيل المباراه في حاله، يعني لا ممكن لا. في حاله عدد الاصابات تكون اكتر من العدد المسموح به، الاتحاد الافريقي لغايه دلوقتي مقرر ان المباراه مش هتتلعب وهيكون مشكله بالنسبه للمنتخب المصري. هو حتى كنت تحدثت مع بعض الفاعلين في لجنه التنظيم، اكدوا كونه القانون بالنسبه لهم هما ليس هناك شيء رسمي للاتحاد الافريقي، لكن في محاولات او في محادثات جانبيه مع المسؤولين في داخل اسوار الاتحاد الافريقي، التعليمات الواضحة إذا كان المنتخب المصري غدا الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت تونس، ما يكونش في ملعب باردو 11 لاعب مع أربع لاعبين منهم حارس مرمى، المنتخب المصري ما ينجمش يلعب المباراة ويعتبر مقصى من البطولة. هذا قانونا، لكن إلى غاية هذه الساعة ليس هناك أي مكتوب، أي ملحوظة أو أي تعليمات، ما فيش أي قرار رسمي، ما فيش أي قرار إلى غاية الساعة إلا انتظار نتائج المسحة الثانية. هو على سبيل اللي حضرتك قلته، يمكن من خلال كلام حضرتك إن ما فيش مسؤول على رئاسة البعثة أو مش موجود أي حد غير الكابتن ربيع، ويمكن الإداري، هو كان الإداري دوت هو المفروض كان هيكون في المناقشات، ولكن طبعا الحالة الإيجابية اللي ظهرت له طبعا عزل نفسه. لكن بكرة، وأنا بقول لحضرتك بكرة إن شاء الله الدكتور محمد علي، تواصلنا مع الدكتور محمد علي إن هو هيكون موجود بكرة إن شاء الله متواجد في تونس، هو عمل مسحة النهاردة وسلبية، هيكون متواجد في تونس وهيحضر اجتماعات مكثفة مع كل الجهات، بنتكلم مع الاتحاد التونسي، بنتكلم مع يعني مندوبين الاتحاد الافريقي علشان نشوف حل لهذه المباراه، لان زي ما حضرتك عارف ده مجهود سنتين الكابتن ربيع بيقوم بيه، وجيل حرام كامل حرام وجيل حرام كامل حرام. انت بتتكلم على جيل كامل من اللعيبه يعني. صح حرام يضيع هكا، على الاقل هو الاتحاد المصري يتحرك، لانه من سوري يعني مش كمؤاخذه او باش نوري المنتخب المصري او الجهاز الاداري للمنتخب المصري شنو يعرف شنو يعمل، لانه صراحه كان المفروض مصر لانه حتى كنت نعرف جيدا الجيل هذا، وحتى كنت تابعت جيدا الكابتن ربيع ياسين وتحضيرات مع المنتخب هذا، كان على الاقل من المفروض اكثر شويه لهوه، من المفروض اكثر شويه عنايه بالمنتخب هذا، لانه قلت لك تحس في نفسك لما تشوف كابتن ربيع ياسين اللي هو ايجابي، بالرغم هذا هو اللي كان يحضر في الاجتماعات، واللي هو كان لانه مصر هذا صعب على مصر اكثر من الحاجات هذه. ان شاء الله بكره الامور باذن الله تتحل على سلام ان شاء الله وتوضح بشكل كبير. استاذ هيثم احنا بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا هنا في قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك.